معلم، اتفضل يا سيدي المعلمين. انا يا معلم ضاحي بجد. انت ضاحي؟ ايوه ضاحي، اللي جايلك من طرف ياسين. ولا يوسف؟ استاذ مكرم ولا استاذ مكرم؟ ضاحي يا معلم، والله العظيم ضاحي. امال مين يوسف ده؟ انت مباحث ياض؟ مباحث ايه بس يا معلم؟ دي بطاقه مضروبه كنت بعمل بيها مصلحه. طب كلم ياسين اساله. كلم ياسين. هكلمه بس الكلام لو ما عجبنيش. والله العظيم هيعجبك. اتفضل يا معلم. طب حضرتك يعني انا مشغول. مين اللي بعتك؟ مش بعتني فين لما اقنع؟ ما تخلينيش ازعل. مين اللي بعتك؟ طب معلش جرب مره كمان، هتلاقيه في الحمام ولا حاجه. طب معلش 5 دقايق كده وارجع اكلمك. هي حكايه ولا ايه؟ على اقول حد ما تشوف. قالوا ايه؟ انا ضاحي يا معلم، والله العظيم ضاحي يا معلم. كلمه تاني. طيب يا معلم، ما قلت لك ما حدش بعتني. امال بتراقب مستر طارق ليه يا استاذ سمير؟ يا سيدي والله ما براقبه، انا كنت عايزه في خدمه. خدمه ايه بقى ان شاء الله؟ الحاج عندي ربنا يؤمن بالسلامه يا رب، هتعمل عمليه مستعجله، وانا جاي هنا عشان اقابل الدكتور الاجنبي بتاعها. شفت طارق باشا وانا عارف ان هو مساهم في مستشفى الجندي، قلت اكلمه عشان يساعدني. لما شفته توترت اتكلم معاه، بس خلاص ادي المشكله كلها. لا يا راجل، وعلشان كده خدت اوضه ب 1000 جنيه في الليله مش كده؟ يا سيدي ما قلت لك ما تخلينيش ازعل. يا سيدي انا من عيله كبيره اسمها عيله الغمر في المنوفيه، اكيد سمعت عنها. عادي يعني، كنت عايزه يستعجلها لي وقت مش فلوس. الشنطة دي فيها ايه؟ اللي فيها ايه؟ شنطة زي اي شنطة، هيكون فيها ايه يعني؟ فيها محشي، فيها فيل، فيها اللي فيها. انت مالك انت؟ الله، فيها يا جدع انت؟ ايدك يا استاذ سمير. اتفضل يا سيدي، ادي الشنطة اشبع بيها. طلع لي كده شوية. صدقت بقى؟ أنا مش هظبط على فكرة، بس أنا هشتكي لوزير السياحة، بلدياتي على فكرة، وهنزل حالا على الإسفل إنكم أحضر. أنا هوديكم في 60 داهية، والمستشفى والأوتيل مش هعتبهم، والله الغني، اللي أخرى أمي قادر يخلق علاجها. أنا بعتذر لك بالنيابة عن الأوتيل يا أستاذ سمير. بعد إيه؟ بعد البهدلة والمادة دي كلها؟ أستاذ سمير، بكرر لك اعتذاري المرة التانية. وأنت عارف البلد والظروف اللي بتمر بيها. بلا ظروف بلا قرف بقى، يلا اتفضل اطلع بره، اتفضل امشي من قدامي يلا. حاضر.
استاذ سمير. البطاقة. شكله طلع ملوش في حاجه يا طارق بيه. بس شكله كان مرتبك قوي. طبيعي اي حد ما كان لازم يرتبك. شغلش بالك ان زي سمير ده عدى عليها كتير قوي. اكرم انا مش عايز مشاكل. واحد زي سمير ده ما يسواش ممكن يعمل لي فضيحه ويقول اني كنت حابسه في اوضه وبعذبه، وانا بصراحه مش ناقص تلاكيك يا طارق بيه. أنا كنت كسرته ضلع. وبعدين هي هديتها إيه؟ بوكي ورد وكارت توصية للمستشفى. خلصنا. أنت مسافر إمتى يا باشا؟ مش لما نشوف الراجل بتاعك ده الأول. كلمته وجاي في الطريق، ما تقلقش. وهكلمه لك تاني. يعني ما منوش قلق يا ياسين؟ خلاص يا ياسين. انا هظبطه. نزلوه يا بهايم. شفت يا معلم؟ شفت؟ ما تاخذنيش يا استاذ ضاحي، ما انت عارف بقى اللبش بتاع اليومين دول. لا لا مؤاخذتك معاك يا معلم. وطلع يا عم، مش قال لك نزله؟ ادي مسدسك وادي محفظتك وادي يوسف وادي ضاحي. تمام يا معلم، شكرا. طيب فين بقى الحاجات اللي انا اصلا كنت جاي عشانها؟ الحاجات اللي انت اصلا جاي علشانها تحتي. ما تقلقش كل حاجة موجودة. ادي يا سيدي. لا اللي انت عايزه، وما تقلقش السعر ما يهمكش. ايه ده كله يا معلم؟ انا مش عايز ولا حاجة من دول. انا كنت جاي اجيب من عندك طلب. طلب موجود. انت لو عايز مدافع هاون برضه عندي. وادي الطلب. تمام. هتحاسبني على الواحده بكام؟ شفت حته القماش دي يا خميس؟ بعتها لي الحاج ابو ليلى النهارده الصبح. قلت لك كله بالسياسه يا خميس. هديها للبنت سعاد تعمل منها كام جلابيه كده. بس انا مش مطمن من حوار الجدع اللي اسمه سليم دير بلد ده كبير. مش مطمن. الله يومين سامعك خميس، بس بيني وبينك هو راجل محامي عور وتقيل قوي. خرجك من اجعصها قضيه، وعين عارف كتير وواصل، يعني ظهر وسند وقت اللزوم. بس الغدره كبير، يعني ايه بتخر غدر؟ شكله كده ملوش امان، فاهمني؟ هو هيغدر بينا ليه بس؟ ما احنا مصالحنا واحده. لو اختلفنا في المصالح نبقى نقلق. بص يا كبير، انا مش هقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه، بس انا اقول لك كلمتين مالهمش تالت. خلي بالك يا كبير. انت هتوترني ليه؟ تحب انش رصاصتين عشان ترتاح؟ شنو اجواء كبير؟ سيبك من الموضوع ده، خلينا في الجد. لقيت لك عروسه. ايه؟ لقيت لك عروسه. ودي لقيتها في انت بقى كبير؟ الحاجه ابو ليلى. قول كده بقى، انت كنت رايح عند الحاجه ابو ليلى علشان الانتخابات ولا بلا مؤاخذه تشوف العروسه؟ هو كله سياسه. كل سياسة أحمر. بص يا خميس، أنا كبرت نفسي أفرح بيك بقى وأشوف ولادك قبل ما أموت يا خميس. بعد الشر عليك يا كبير. بص يا كبير، أنت عارف إن أنا خلقي ضيق يا كبير، مش بتاع مسايس أنا. عارف، بس عاوز أقول لك على حاجة. لو ما خلصتش في الليلة دي واتجوزتها أنا هخش فيها وأتجوزها. مش تعرف يا برنس ليه؟ علشان انت مقفل المجموعة. ساعتها هطلق امك. يا ابني يا برنس. انت رحت لسليم دير بلد تعمل ايه؟ كنت عايز سجله على الموبايل. حضرتك بقى معاكي اذن النيابة؟ انت عارفة حضرتك لو كان سليم دير بلد اعترف لك بالجريمة وانت سجلتي له الاعتراف ده برضه ما كانش هيتاخد بيه كدليل. انت عارفه حضرتك انا شغال على القضيه دي بقالي قد ايه؟
وعارفه ان مروحك لسيم دربالة بوظ لي كل حاجه؟ لا مش عارفه. كل اللي انا عارفاه ان انا جوزي اتقتل وبنتي اتيتمت وحياتي باظت بسبب ابن الكلب ده وحضرتك. طبعا عارف حضرتك لو كنت عينت له حراسه لمده اسبوعين بس قبل المحكمه ما كانش زماني عايشه في القرف اللي انا عايشه فيه ده. يعني يقتل جوزي ويسرق شقتي ويهددنا وبدل ما تمسكوه هو وتعدموه جايين تلوموني انا. مش عارفين تتشطروا على الحمار؟ بتتشطروا عليا انا مش كده؟ مدام انجي الامور مش بالبساطه دي. وبعدين اللي كان بيراقب حضرتك مش تبع سليم دربالي. امال تبع مين؟ انت بقى قال انت. ايوه. وليه حضرتك ما قلتليش؟ ما كنتش اتسرعت عشان مش كل حاجه لازم تتقال. حضرتك ما قلتليش عشان اتصرف بطبيعتي، عشان تمسكوه حضرتك تاخد الترقيه مش كده؟ لو كان جرالي حاجه انا وبنتي كنتوا هتنقذونا ولا كنتوا هتسيبونا نموت زي ما سبت وليد؟ يعني هيك فاكر ان انا بعمل كل ده عشان الترقيه؟ انا لو كان همي الترقيه كنت سبت القضيه مقفوله زي ما هي وما قربتلهاش. انا كل اللي انا عايزه دلوقتي ان انا اجيب لك حقك وحق بنتك والبس سليم دربالة البدله الحمراء. وانا كل اللي انا عايزاه ان انا وبنتي نعيش في امان. حضرتك سافرتي الساحل ليه؟ قلت لحضرتك كنت بنضف الشاليه. ايوه عارف بس اقصد يعني هو ده وقته؟ عاوزه ابيعه ومن يوم ما وليد مات مش قادره ادخله. وبعدين انا بفكر اخد بنتي ونهاجر نسيب البلد، مش قادره اعيش هنا. ده يضايقكم في حاجه؟ لا خالص ما يضايقناش في حاجه. هو في حد غير حضرتك كان عارف انك مسافره؟ حد زي مين يعني؟ حضرتك عاوز توصل لايه؟ يعني مش شايفاها صدفه غريبه شويه ان شقتك تتسرق وانت هناك في الساحل؟ مش يمكن يكون في حد مراقب تحركاتك؟ بص انا مش عايزك تقلقي وكل حاجه هتبان قريب. بص يا حبيبتي انا همشي دلوقتي ولو في اي حاجه ارجوك ما تتردديش انك تكلميني. يا ريت حضرتك تتاسف للراجل بتاعك. حاضر بس على من ده شغله. خلص المصلحة دي في السريع وتاني راجع. تمشيش. حاضر يا كبير استناك هنا في الباركينج. هذا خميس. تصدق انك بتوحشني يا حبيبي يا كبير. حكاية امك دي دخلت عليهم؟ دخلت يا كبير. ما تقلقش انا كنت مأمن نفسي. اوعى يكون كمين معمول لك يا ولد. لا كمين ايه يا كبير؟ دول بعتلي بكيل ورد وكمان كارت توصيه. كارت توصيه بتاع ايه؟ بتاع مستشفى الجندي. انت بتجود كمان؟ بقول لك ايه؟ انت تسيب الاوتيل دلوقتي حالا وتروح على بيتك وتاكد ان مفيش اي حد اطرك. سامعني يا حيوان؟ تسمح لي بس دقيقة واحدة بالظبط احكي كلامك كبير عن اذنه عليك. الله المعلم سعيد منور يا معلم. بتعمل ايه هنا؟ زيلي هنا يا معلم. ده من امتى بقى ان شاء الله؟ درس المعلمين فيه مشبهش يعني ولا مشبهش؟ الصراحة ما تشبهش. ايه مش عاجبك ولا ايه؟ لا تيجي معايا احسن. لا معلش يا معلم فرصة ثانية إن شاء الله. الله يبارك لك.
برنس كل ده. ازيك يا اكرم بيه؟ حبيبي. مؤاخذة، الشوارع كانت لابة شيان وزحمة شوية. تعال. اتفضل طارق باشا مستنيك جوه. طارق باشا. تعيش يا باشا، تصدق باللي خلقك وخلقنا يا باشا. الواد خميس ابني اول ما عرف اني طالع من سيادتك انا كبرت في دماغه وشبط وراسه والف سيف يطلع معايا. اشمعنى؟ اهبل ولا مؤاخذه يا باشا، مخه مصور له يعني انه هيطلع عند سعادتك هنا حيلتقي الاستاذه هيفاء وهبي والاستاذه نانسي عجرم قاعدين تتغدوا يعني. هو فعلا كانوا عندي هنا من شويه وبيتغدوا. جد صحيح يا باشا. يا معلم يا معلم بهزر معاك. هزر هزر يا باشا حقك. هاي يا باشا امان. عمره ما هينسى انه كان شغال في الداخليه. بدنا نرجع كلامنا خفيف عليهم يا باشا. اتفضل. بعدك يا باشا. استريح يا برنس. يريح قلبك يا اخويا. الو يا كبير، عارف مين دلوقتي عن طارق درغام؟ البرنس. برنس مين؟ البرنس بتاعنا؟ ايوه البرنس بتاعنا كبير، وفي غيره؟ انت متاكد يا ياسين؟ متاكد معاليك زي انا متاكد، انا بكلم معاليك دلوقتي. وايه اللي لم الشامي على البرنس؟ ما اعرفهاش دي بقى يا كبير. طب خليك انت عندك دلوقتي وعلى خمسه كده امشي. اي حاجه تحصل تبلغني بيها على طول. مش هوصيك يا ياسين، خلي بالك كويس. حاضر حاضر يا كبير، ما تقلقش. مع السلامه. معاك ليه دي حلوت قوي. خير يا ريس؟ الدنيا اتقلبت 180 درجه. امسك، طلع نمرة البرنس واطلبه لي. لا لا خلاص خلاص بلاش، هات. معالي الباشا. ايوه سليم، كل حاجه ماشيه تمام؟ عيب يا باشا لما تسأل سليم درباله سؤال زي ده. طيب لو حصل حاجة بكلمني. سلام. هتعمل ايه يا ريس؟ تصدق يا تيفا الموقف مش وحش قوي كده. والله يا ريس انا ما فاهم عليك بتتكلم عن ايه اساسا. شوام روح انت دلوقتي ولما عوزك هبعتلك.
انت فين؟ يعني مشوار كده، قدامي ساعه تقريبا اكون عندك. طيب تعالي بسرعه بقى ما تاخريش، انا هفسحك النهارده فسحه جديده خالص. هتوديني فين؟ لا مش هينفع اقول لك، خليها مفاجاه. نهال. ايوه علي. انا بحبك قوي. وانا كمان بحبك. دي غير المرة اللي فاتت يا معلم. مش هتفرق كتير يا باشا، وهي في الآخر كلها أرواح وبتطلع للي خلقها. لا مؤاخذة يا باشا، يعني سيادتك كلام مني. بقول لك يا طارق بيه، معلم سعيد ده راجل بتاعنا، وجربناه قبل كده وتعامل معاه كتير من زمان، رجولة ومريحة. تعيش يا أكرم بيه. مش هي دي المشكلة يا أكرم. أمال إيه يا باشا؟ المشكلة لو الموضوع باص، أنا اللي هتحط في الصورة. استغفر الله العظيم يا باشا من كل ذنب عظيم. وإيه اللي هيبوظه بس؟ وإيه اللي هيحط سيادتك في الصورة؟ ما هو أي حاجة ممكن تحصل يا معلم. وأنا حياتي مش ماشية بالبركة. قلت لي سيادتك مسافر إمتى؟ أنا كنت مستني عشان أتفق معاك وبعد كده أحدد ميعاد سفري. عايزيننا اتفقنا يا باشا. سيادتك تسافر بالسلامة وترجع بالسلامة. لما ترجع يبقى فوت عليه في القرفة قرروا الفتح. ولا يا أكرم بيه؟ سافر طارق بيه وما تقلقش، وعلى قولة المعلم وانت راجع نبقى نقرله الفتح. نقرله الفتح. انتوا شايفين كده؟ الو. ايوه يا شيم. اخبار هيثم ايه دلوقتي؟ الحمد لله احسن شويه، نايم له شويه كده. خير ان شاء الله. بصراحه كده كنت عاوز اقولك حاجه بس مش عارفه ده وقته ولا لا. ايه حصل حاجه في الصالون؟ لا لا كل حاجه كويسه، بس عرفت ان مستر طارق في الاوتيل. مستر طارق درغام في مصر؟ انا مش شفتوش بس سمعت انه مسافر بكره. بس انا مش هقدر اسيب هيسه. لا لا خليكي جنبه، بس انا قلت اقولك عشان الموضوع بتاع الدكتوره نهال، يمكن لو كلمتي مستر طارق يمشي الدنيا. انا هقفل دلوقتي عشان مستعجله. باي باي. طيب ماشي، اشوفك بكره يا شيم، مع السلامه. يا ام محمد، ام محمد، ام محمد، يا ام محمد، نعم يا مدام سعاد. بقولك يا ام محمد، مأمورين، انا رايحه مشوار كده 4-5 ساعات مش هتاخر. خلي بالك من هيثم والنبي. عينيا الاثنين. بصي انا مديها دواء هيفضل نايم مش هيصحى قبل 3 ساعات. حاضر. اول ما يصحى تديه حبايه من دي. عينيا. ماشي. حاضر. وهتديه معلقه من ده كمان. حاضر. بس ترجيه الاول كويس. حاضر. وكل شويه تجسي قرطه. حاضر. لو لقيتيه سخن تتصلي بيا على طول. حاضر. ام محمد ما تخافيش يا مدام سعاد، هيثم في عينيا الاثنين. ماشي. بقولك يا ام محمد، امال انا غيرت رايي وقاعده معاه. روحي انت. حاضر. مش عايزه حاجه اعملها لك؟ طيب ربنا يطمنا عليه يا رب. ما
مؤاخذة يا باشا، مدام نهال دي مش ممكن تساعدنا. لا 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 انساها خالص، اهي دي بقى اللي ممكن توقف لنا المراكب السايرة. مؤاخذة يا باشا، تليفون خد المدام. الو. لا مؤاخذة يا معلم، اصل طلع لي مشوار كده واحتمال اتأخر. يعني ايه تأخري؟ مشوار ايه اللي طلع لك فجأة ده؟ مدام ليلى علوي كلمت السنتر وطالبة حد يعمل لها مساج في البيت. هو مفيش غيرك يعني؟ ما تبعت لها اي حد؟ لا دي طلباني انا بالاسم طبعا. اه ترجعي لي بقى بعد نص الليل. هو انت مش ابنك عيان ولا ايه؟ لا بقى احسن شوية الحمد لله. بقولك ايه يا معلم، لحظة واحدة خليك معايا بس ارد على مدام ليلى، بتتصل على الخط التاني. ثانية واحدة. مؤاخذة باشا، هولد هولد. ايوه مستر طارق، انا سعاد بتاعت المساج، حضرتك لحقت تنساني ولا ايه؟ لا 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 ده كلام، انا اصلا كنت بشتكي من ظهري من شويه. والله لا، ده انا هاجي اعمل لك مساج حالا وهتبقى كويس قوي ان شاء الله، مسافه السكه. طب يلا مستنيكي. ماشي مع السلامه. ايوه يا معلم. بصي بقى، انا عاوز اقول لك على حاجه مهمه قوي. انا لو عن النسوان ده ما بياكلش معايا، ما احبوش. خلاص يا معلم معلش، النوبه دي بس ومش هتتكرر. نوبه دي وخلاص، مش هتتكرر تاني خالص. ومين اللي هيوديكي؟ ابعت لك الواد خميس؟ لا لا ملوش لزوم، مدام ليلى بعتت لي السواق بتاعها وزمانه جاي دلوقتي في السكه. ماشي، صباح رباح، بكره الصبح لينا كلام تاني. مع السلامه. مؤاخذه طارق باشا، عارف النسوان ورغيوهم يعني. ها كنا بنقول ايه؟ مدام نهال. كويس انك فكرتني اكلمها، ما تردش عليا من امبارح. ايه كنت فين كل ده؟ بدور على الموبايل، انت ما شفتوش؟ لا ما شفتوش. غريبة قوي، ده كان معايا من شوية فجأة ما لقيتهوش. معلش لما نرجع ندور عليه سوا. طيب مش ناوي تقولي بقى هتوديني فين؟ لا مش هقولك. يعني مش شايفاها صدفة غريبة شوية ان شقتك تتسرق وانت هناك في الساحل؟ مش يمكن يكون في حد مراقب تحركاتك؟ انزل وسط البلد شارع عدلي عمارات السياح، هتلاقي ممر طويل هيقابلك محل عادل للبيض الجاهز. السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ ضحي؟ أيوة باشا. ألف مبروك يا أستاذ ضحي. الله يبارك. والله ما رديت أقفل غير لما تيجي. ربنا يخليك يا باشا. تلاقي البدلة متعلقة عندك جوه. في الشارع في مخزن قديم، هتلاقي عربية كبيرة مستنياك. تفضل يا عريس.
ايه يا علي، احنا هنروح اسكندريه دلوقتي ولا ايه؟ خمس قنارب. خمسة ايه؟ مليون. كتير يا برنس، في ايه؟ ده المرة اللي فاتت كانت مليون واحد بس. مش كتير ولا حاجة يا أكرم باشا، وبعدين ما تنساش يعني باشا الكبير بذات نفسه لسه قايل النوبة دي غير النوبة اللي فاتت، صح يا باشا؟ قالش قلت اعمل باصلي واسال انا. ها هتركب ولا اروح ادور على عريس تاني؟ وحشتني، اتاخرت ليه كده؟ كان عندي حوارات كده بخلصها خلصتها وجيت على طول. ايه النظام؟ ومستعجل على ايه؟ كلها نصها وتعرف كل حاجة. بس انت المرة دي مزة عن اخر مرة. المرة اللي فاتت الوقت سرقنا، النهاردة مش هسيبك. المرة دي شرعي، متجوزين بقى. علي رد علي، كلمني، احنا رايحين فين؟ شوية هتعرف. معايا الطبنجة، لو دخلنا من الباب الجهاز هيصفر. ما تقلقش. مش هعدي من الباب ده، الفستان هيبوظ. حضرتك دي تعليمات. وانا مش هبوظ الفستان علشان التعليمات. فين المدير؟ طب احنا اسفين جدا يا فندم، الف مبروك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحجز باسم مين؟ الحجز باسم ضحي عبد الله الناوي وسحر عبد المتعال. استأذنك في القسيمة لو سمحت. افندم؟ استأذنك في القسيمة. القسيمة؟
يا باشا النبادي وزير سابق دكتور مشهور وعنده مستشفى كبيرة. يعني الحكاية محتاجة تخطيط وتكتيك غير النوبة اللي فاتت كانت أسهل بكتير. أستاذ وليد ده الله يرحمه بقى كان قاعد في الساحل لوحده في الضل أونلي عشان كده مغلبناش معاه. شايف ايه يا اكرم؟ انا شايف 3 مليون كويسين. ايه حلوين؟ ماشي بعد بكره يكونوا عندك وكاش نقرا الفاتحه. احنا قلنا بقى يا معلم هنقرا الفاتحه على عرفه لما طارق باشا يجي بالسلامه ان شاء الله. اه صح وفات على عرفه. الحمد لله على السلامة يا باشا. مع السلامة. طب يلا برنس سيب الباشا يرتاح شوية.